عنا سما فياد أرضينا سوا مزروعه بترابها وعجبه كل أحبابها وبتضل عالي فوق صباحك ميسان. يسعد صباحك وصباح الخير لكل المشاهدين الإخبارية السورية، إن شاء الله يحملكم هالصباح كل الخير والسلام يا رب. فرح يعني بنستيقظ أحيانا على أخبار محزنة وقت فيكون في عدوان واستهداف لأراضينا من العدو الإسرائيلي، والخبر المحزن هو أنه يسقط شهيد مدني، ألف رحمة ونور عليه، وأكيد بنتمنى الشفاء لكل الجرحى، ومنضل منقول دايما الله يحمي سوريا. هي البلد صامدة رغم كل شيء وقوية برجالها وبجيشها وبالشعب الصامد أيضا، يعني فدائما بدنا نقول الرحمة لكل شهداء سوريا اللي سقطوا على مدى الحرب وأيضا شهيد ليلة أمس. أكيد ميسان ضم صوتي لصوتك، ألف رحمة ونور على الشهيد يلي ارتقى يوم أمس بالاعتداء يلي استهدف المناطق السكنية، ونجم أيضا عن عدد من الجرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل، إن شاء الله يا رب توقف الاعتداءات وتكون دائما سوريا هي رمز السلام الخير والمحبة. أكيد نشكر مقهى المكتب أيضا على الاستضافة اليوم، كثير من الضيوف المميزين حيجاوبوا على كثير من أسئلكم واستفساراتكم بكافة المجالات الصحية النفسية وغيرها. فاصل صغير وبنبدأ بفقراتنا لليوم. الظروف اللي بتكون بشعة عم نمر فيها، ولكن بدنا نستمر بالحياة، بنحاول انه نحن نقوم أكيد. نستمر بحياتنا، عنا كفاح ذاتي ونضال ذاتي لنستمر بهي الحياة لنعمل شيء معين ونحقق اهدافنا. يعني لهيك رح نبلش فقرات برنامجنا الصباحية لليوم، واليوم هو 5 أيار، رح نرجع بالذاكرة لمثل هذا اليوم شو صار من احداث، خلونا نتابع بالمادة التالية. اليوم 5 أيار عبر الزمن والسنين تسجل كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة الأيام، مثل اليوم من عام 1494 المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا، وبعام 1835 افتتاح أول خط سكة حديد بأوروبا القارية يصل بين ميشلين وبروكسل في بلجيكا، وبعام 1883 انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مما سبب كساد اقتصادي كبير، وبعام 2018 اطلاق المسبار الفضائي انسايت بنجاح نحو المريخ. ومن الوجوه اللي ابصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1818 كارل ماركس فيلسوف الماني، ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1821 نابليون بونابرت زعيم فرنسي، وبعام 1959 كارلوس لاماس سياسي ارجنتيني حاصل على جائزة نوبل للسلام بعام 1936. هاي كانت أبرز الأحداث اللي تسجلت بمثل اليوم. 5 أيار، نهاركم سعيد. طبعا
من سام مثل ما تعودنا بنبدا دائما بمجموعه من الاخبار الطريفه والمنوعه، خلونا نتابع بالتقرير التالي. بداية أخبارنا المنوعة لليوم من أمريكا، حيث أن مئات العائلات باتت دون كهرباء في منطقة بولاية الميسيسيبي الأمريكية بعد إعصار قوي ضرب الولاية، ولم يرد أي تقارير عن سقوط ضحايا جراء الإعصار. دشنت البرتغال أطول جسر معلق للمشاة بالعالم على علو 175 متر فوق نهر بايافا، ويتخطى بطوله البالغ 516 متر الرقم القياسي السابق العائد لعام 2017. بيتألف هذا الجسر من 127 منصة متصلة ببعضها البعض ومرتبطة بدعائم معدنية مثبتة بأسلاك فولاذية. يقول علماء أن التقاط الصور أثناء زيارة نصب تاريخي شهير أو مشاهدة قطعة فنية يمكن أن يضعف بالفعل ذاكرتنا للأحداث من خلال جعلنا نركز على فعل التقاط الصور بدلاً من اللحظة نفسها. وفي التجارب اللي قام فيها العلماء وجدوا أن المشاركين كانوا أفضل بتذكر تفاصيل الأعمال الفنية عندما لم يأخذوا لقطات لها، ويلتقط العديد من الأشخاص الصور كوسيلة للحفاظ على اللحظات المهمة بحياتهم، ولكن الدراسة تشير إلى أن هذا لا يعمل في الواقع. وإلى خبرنا الأخير لليوم، حصل منتجع في الصين على الرقم القياسي لأكبر عرض مائي لحوريات بحر تحت الماء، إذ استعرض المنتجع 100 غواصة حرة محترفة بحوض السباحة، وكان هذا الاستعراض المائي احتفالاً بالذكرى الثالثة للمنتجع. فرح، بتحبي المعروك؟ كثير مثلاً بحب المعروك. هلا هو عن جد من الاكلات اللي كثير طيبه وقديمه عنا بسوريا. رمضان ميسا فعلا، ولا والحلاوه الاكثر فيها حاليا انه عم يعملوا لها تعديلات واضافات وعملوا لها كثير شغلات بتسبب كل نكهات شهيه. اكيد هي من الحلويات اللي كثير مميزه بشهر رمضان. خلونا نشوف المعروك بالعاديه بالتقرير التالي. المعروك يقال له خبز رمضان، هكذا يسميه العامة، هو من أطيب ما يؤكل خصوصا في شهر رمضان المبارك. شهر رمضان عارف الناس صايمة وبتشتهي يعني، والحمد لله رب العالمين أسعار رمضان هودت معنا شوي، نتأمل من الله يعني لسه تنزل شوي حتى نقدر ننزل اسعار كمان اكثر، لنا مصلحتنا ومصلحه المواطن. كل سنه يعني بعد الافطار في لسحور جبنه، في بعد الافطار حلو بالشوكولا او بالجبنه او جوزين دزبيب، في سمسميه، في صاده، يعني بتمتع فيها بعد الافطار يعني صايم. تسمى هذه الاكله التي هي بين الخبز والكعك بالمعروك، وجاءت الكلمه اشتقاقا من العرك اي الخلط بشكل جيد حتى تصبح متماسكه. وله عدة أنواع: المعروك السادة، المعروك المحشي بالشوكولا والقشطة والتمر والزبيب، وغيرها أنواع كثيرة. الأشياء الخاصة برمضان بتعطي طبيعة ونكهة وروحانية برمضان خاصة. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. رمضان كريم. المعروك من أقدم أنواع الخبز الدمشقي الرمضاني العريق،
الذي انتقل من أيدي السوريين إلى الغرب، ولكن البصمة السورية في صناعته لم تنقل، بل أضافت له حرفيتها وخبرتها. طبعاً كثير على الجسم، وكيف تغير النظام الغذائي بطريقة صحيحة لحتى نخلص الجسم من كافة أنواع السموم ويكون في تطهير بشكل كامل. لكن ما فينا ننسى أنه هي التغييرات، وخاصة بفصل الصيف، ممكن يكون إلى آثار إذا كان في أمراض مسبقة للشخص. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وشو هي الإسعافات الأولية مع دكتور بهجة تعكروش، اختصاصي بطب الطوارئ والإسعاف. صباح الخير دكتور ورمضان كريم. صباحك فرح. صباح. يسعد صباحك دكتور. صباح. رمضان كريم يا رب. دكتور، يعني بلش رمضان كان هيك برودة وجو حلو، وعم ينتهي مع تقلبات والطقس، وعن جد صارت صيف وارتفع درجات الحرارة بشكل كتير كبير. هاي الارتفاع درجة الحرارة مع الصيام قديش ممكن يكون لها تأثيراتها على الجهاز الهضمي؟ طبعا أول شيء رمضان كريم، إن شاء الله الأعياد تكون أعياد مباركة للجميع. لا شك أنه رمضان له طقوسه الخاصة فيما يتعلق بالطعام وبكثير من الأمور اللي ممكن تحصل في تلبك معوي، أو يصير في عنا عسر هضم، أو يصير في كثير قصص نتيجة طريقة التعاطي مع الطعام في رمضان. هذا بحد ذاته هو مشكلة، يعني إذا لم ما تعاملنا معه بشكل صح فهو مشكلة. بتجي المشكلة الأكبر أنه يصير في عنا شوب. صار في شوب، يعني صار في عنا شيء خارجي وشيء له علاقة بالجسم. بالنسبة للجسم، أولا صار في تعرق زائد، التعرق الزائد أيضا هذا عم بيخسر الجسم شوارد، هذا عم بيعمل إنهاكات للجسم بشكل أو بآخر. خارجيا كمان له علاقة بنوعية الأطعمة، بالتأثير على المواد اللي موجودة، وخاصة بتكون يعني الحلويات والأطعمة اللي بتكون أطعمة رمضانية تكون موجودة، وعلى الأسف أنه ما عم يكون في عنا الطريقة الصح في التخزين. العرض عم يكون مباشر على الهواء، وبالتالي تعرض للشمس عم يخرب كثير من المواد، وبالتالي في قشطة وفي كثير مواد بتخرب يعني. فهذا الشيء، ونحن ك يعني صائمين بناخذ هذا هي الماده عم ناكلها، وبنهم برمضان بتلاقي الجسم بصير يطلب كثير، وخاصه العروض بتكون كثير جميله على البسطات وعلى الطاولات وعلى بالمحلات، واذا ما كان يعني كان معرضه للشمس بشكل مباشر او للجو العام بدون حالة النظافة، كله هذا عم يأثر بشكل أو بآخر على الجسم. إذن في تأثيرات داخلية لها علاقة بالجسم نفسه، وفي على للأسف تأثيرات خارجية. إذا نحن هدول الشغلتين ما عرفنا كيف نتعامل معهم، وما كان في ضمير بالتعامل مع الحالة بالنسبة للبائعين بوضع هذه العروض اللي قدامهم تكون محمية بشكل صح، بيكون في اشكالات كبيره. دكتور، خلينا نحكي عن الوعكات اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي اشهرها خلال هذا الشهر، ومن هي من هن الاشخاص اللي ممكن اكثر عرضه للاصابه بهي الوعكات؟ طبعا يعني اكثر الاشكالات المرضيه اللي ممكن تصير عند الصائمين، هلا في يعني تنحصر بمجموعه امور بسيطه جدا، اكثر ما فيها هي عسر الهضم. نعم. طبعا عسر الهضم نتيجة المأكولات المتداخلة والتخمة، وبنحاول دائما يعني الصائم تنوع حالة جوعان كمان. تنوع وبياكل بكميات كثير كبيرة، هتؤدي إلى عسر الهضم. في عندنا شيء ثاني اللي ممكن يصير فيه كثير، هو اللي هو حالة الإسهال أو الإمساك. نعم. كمان هي كثير بتصير برمضان. وفي عندنا شيء كمان مهم ممكن يحصل معنا في رمضان، اللي هو النفخة والغازات، وهذا من أكثر الشغلات اللي ممكن
يتعرضوا لها الناس، واللي معهم قرحات بتلاقيها بهالفتره هي بتكون مفعله. هي تقريبا اذا بنحط نسرد شو هي الشغلات اللي بتصير، هي القصص. طيب هي الاعراض يمكن لها دلالات، ودلالات يا اما عن سوء تغذيه او على امراض معينه ممكن تكون عم ترافق صيامنا. الواحد كيف بده هو يقدر طريقة تعامله مع موضوع الطعام خلال شهر رمضان وتوزيع الأكل بين وجبة الفطور والسحور بطريقة تضمن صحة جهازه الهضمي وما يؤذيه؟ تماما، هو هذا هو بالنهاية، هذا هو المطلوب، أنه أنا كيف كإنسان كشخص كيف بدي أنا قارب الأمور وكيف بدي نظم أموري. دائما كل هذا الحكي اللي حكيناه هلأ هو يعني ممكن يصير، لكن بيصير لما بيكون في عنا عدم قدرة على تنظيم طعامنا. مثل ما تفضلتي، كيف نحن ناكل، ايمتى ناكل، شو الشغلات اللي لازم ناكلها، على الفطور شو لازم، على السحور شو لازم. طبعا ليس بمعنى اكل بحد ذاته، وانما تنظيم الحالة. نبدأ بالبساطة، اول شيء خلينا نحكي بالشيء البسيط اللي هو نحن برمضان تلاقي واحد بيكون صايم طول النهار، طبعا المعدة فاضية، سوائل، نقص سوائل إلى آخره. يبدأ الإفطار بنهم شديد على الأكل ويبلش يأكل، بيفكر أنه أنا لازم أعود هلأ كل شيء بكل النهار، لازم كل شيء اليوم أكله هلأ بهالخمس دقائق. طيب المعدة طول النهار هي خلي ورد وشي يعني اخي وشه مورد ومورد على حالته بتورد المعده، هو بيعبق وشه من الاكل الواحد تماما، فبفكر حاله انه احمر وشه، هلا نحط له شغله بيخجل منه بيحمر وشه ويمشي الحال. فالفكره انه طريقه الطعام السريع خلال فتره قصيره جدا، خمس دقائق او عشر دقائق بده ياكل عن 16 ساعه صيام، هذا اول خطا ممكن نحن نرتكبه. لذلك يعني حتى بالدين الاسلامي بيقول له انه افطار شوي صغير، ارجع قوم صلي، ارجع كل هذا. على فكره من الناحيه الطبيه كلام سليم جدا، هو انك انت تشربي شويه شوربه، مي، تمره، بحيث هالعصارات الهاضمه اللي بدها تطلع تتهيأ انه في شيء جايها. بعد شوي اذا اخذنا، نحن ما بدنا نحكي بالموضوع الديني، وانما هي كفكره طبيه علميه، انه يكون في مجال ما بين بداية الإفطار كسوائل والطعام بتهيئة العصارات الهاضمة في المعدة. بعد شوي بنبلش ناكل، ومجرد حسينا انه احنا شبعنا نوقف. نحن لا، انه شبعنا يلا خلينا ناكل معلش مشان نعوض. هذاك من اكبر الاخطاء كمان ممكن تصير. الاكل السريع ايضا ما عم يخلي الصائم يمضغ الطعام بشكل جيد، كمان هذا عم يوصل للمعدة غير مهضوم، غير يعني ما موجود عصارات هاضمة موجودة فيه، ما أنه ممضوغ، لذلك بتلاقي بيصير في عنا عسر هضم، وخاصة بيكون في سكريات ودهنيات كتير خلال فترة الإفطار. هذا بيعملنا نوع من التلبك المعوي، عسر الهضم، وبالتالي زيادة الحموضة، بيصير في توسع بالمعدة، توسع بالمعدة بيضغط على المري، بيوسع الجزء السفلي من المري، بتلاقي صار واحد معه حرقة، صار معه حمضة، بيقول لك أنا عم أشعر كثير. هي بنسمع الحرقة المزعجة كمان، فهي من الشغلات الكثير اللي ممكن تصير. فإذا قدرنا نحن ننسق هذا الموضوع بحالنا بموضوع الطعام، نخفف، ناكل لنشبع مو لحتى نعبي ونعوض، ويكون في عندنا وجبة ثانية ممكن بعد ساعتين ثلاثة أربعة معلقة بسيطة جدا، طالما عم نحكي بالوجبات وبالطعام، اللي هي السحور. كمان من احد المشاكل الكبيره هو انه نحن بنقوم نتسحر وفورا بننام او بنشرب ثلاثه بسوره صغيره وبنضل نشرب تماما. فاذا السحور كمان يجب ان يكون ابكر، او اذا فطرت سحرت متاخر ما نام بسرعه. هلا طبعا هذا له علاقه بطبيعه البني ادم، الانسان وفئته، عنده دوام ولا ما عنده دوام، بس بده ينسق انه انا ما اتسحر ونام، ممكن اتسحر ابكر بشوي وما بسرعه اني اروح باتجاه النوم. موضوع الماء يعني كمان ذكرتيني فيه كثير مهم، هو تعويض السوائل بالجسم حتى كمان يكون في عندك توازن بجسمك، اللي هو نحن في قاعده معينه، لكن بشكل عام مشان ما نفوت العالم بقواعد،
انه انت بحاجه 8 كاسات مي تقريبا يوميا. 8 كاسات مي لازم اخذهم ما بين الافطار والسحور. في ناس مثل ما تفضلتي هلا بكلمه صحيحه بالمئة مئة، انه قبل السحور، قبل ما بيخلص السحور بيضل يشرب مي، حاط قنينه المي انه يعني هو عم ياخذ كميات من شان تعوضه، هذا ما بيعوض، انه هذا كميه زائده. بالعكس بتصير هي مزعجه. انت بدك تاخذ خلال من الافطار الى السحور يجب ان يكون حوالي 8 كاسات مي، حتى يعني بين اللتر ونص واللترين تقريبا، لانه يعني بتتمدد المعده كمان بشكل عام بتتمدد. المشكله الاكبر انه انت الكميه اللي عم تاخذيها زايده هي ما بتعوضك. يعني هون انت الصبح عم تاخذيهم كله ورا بعض، عم تشربي لتر مي حتى بكلية لاستطاعه معينه لطرح السوائل، والجسم فورا بيطرحها اساسا ما بيستفيد منها. عرفتي كيف؟ فانت هذا التنسيق بقى بموضوع انه انا قديش بدي اشرب مي، التوزيع الوجبات، ما اكل بتخمه، امضغ الطعام بشكل جيد، ما بلش فورا بالاكل، خاصه عند السحور كمان موضوع البقوليات نحاول نخففها، الدهون الحار، الاكل الفلفل والحار والبهارات كمان نخففها، لانه هي بتعملنا اشكالات نتيجة ما يحصل معنا من أكل طعام زائد. دكتور، في ناس يمكن بيتجاهل وجبة السحور بشكل نهائي، افطار بعده الحلويات والتسالي كلياتها اللي بنعرفها، وجبة السحور ممكن تكون كمان ملغية عند البعض، شو خطورة هذا الشيء وشو أثاره السلبية؟ طبعا هذا من الأخطاء الكبيرة اللي هي وهي نفسها يعني تسقط على خارج أيام الصيام، أنه الفطور الصبح بيتجاهلوه كثير بنتجاهله، انه نعتمد على وجبه العشاء او الغداء، مع انه هذا هو العكس تماما لازم يصير. يعني دائما في مثل شعبي بيقول انه افطار ملوك وتعشى عشاء فقير، بما معناه انه انت لازم تكون الاكله الاساسيه والوجبه الاساسيه هي الفطور. ليه؟ لانه هي بدايه نهارك، الجسم بده طاقه، والطاقه تاتي من الطعام اللي عم ناخده، فلذلك الفطور هو نفسه السحور. افطار خلال الايام العاديه هو نفسه السحور خلال رمضان. فالسحور هو اساس، لانه انا بدي اشتغل، بدي ضل هلا 16 ساعه انا صايم، 16 ساعه انا عندي نشاط بدني ونشاط فكري ونشاط جسدي، اذا انا بحاجه طاقه، الطاقه تاتي من السحور اللي هي بدايه نهارنا. فالسحور هي وجبه اساسيه جدا وكبيره جدا ومهمه جدا، يجب ان ننتبه لها، لانه هي اللي بتعطينا الطاقه لنقدر نكمل خلال نهارنا. لذلك اكبر غلط هي تجاوز السحور مقابل انه انا خلص اكلت، ومثل ما تفضلتي تناول الحلويات بشكل كثير كبير، هذا بيعمل كثير اشكالات، بيعمل كثير تخمرات بالمعده، وبالتالي بتعمل النفخه وبتعمل غازات وبتعمل اسهالات وبتعمل امساكات احيانا، وبتلاقي الواحد دائما في حرقة، في حمضة، في شيء ما نو مرتاح. نلجأ بعدين للأدوية لنروح الحرقة، وطبعا هذا كله من الأخطاء الشائعة اللي عم تصير بينا. يعني دكتور ذكرت حضرتك أنه بتصير فعلا تخمرات بالمعدة وبتصير شغلات كثيرة كثيرة، ينتج عنا أحيانا إقياءات شديدة نتيجة هاي التخبيص بالأكل، العديد من الأنواع، يعني بتفوت أنواع أكل ما أنا متناغمة مع بعضها أبداً كلها بتفوت على المعدة، وقت بتصير هاي الحالات قد تصل إلى آلام معدية وإقياءات، شو هي الإسعافات الأولية اللي ممكن يقوموا فيها الأشخاص ويرجعوا يزبطوا أمورهم خلال اليومين يلي بعدها؟ طبعاً يعني نحن دائماً بنقول نتمنى أنه نحن ما تحتاجوا الدواء، لكن لما توصل لمرحلة انه صار فيها اساءة او صار في غلط في حق الجسم لابد من وقت التدخل مع الحالة الدوائية. اهم شيء يعني انا برجع بقول وبأكد انه هو الوقاية يا جماعة، بس هلا انا صار عندي هذا الموضوع بدي اضطر انا المعالجة العرضية بدي اسميها. المعالجة العرضية اللي هي في اني انا اعطي يعني مضادات الحموضة، اعطي مضادات الاقياء نوعا ما، احيانا بصير في مغص وبصير نفخات، ممكن انا اعطيه كربون لحتى اخفف من كميه الغازات اللي موجوده. فطبعا العلاج هو علاج مخفف وللاعراض وليس علاج كعلاج. العلاج الاساسي
يكون في الابتعاد عن هذه الحالات. اذا انا شو بيصير معي اعراض الغازات؟ انا بدي اضطر اعطي يعني مضادات غازات، بدي اقياء، بدي اعطي مضادات اقياء، ولو انه ما بيصير اقياء لكن بيصير في حاله للقلص المعدي المريئي ممكن يصير اقياء، لكن يعني هو مؤقت جدا. وقت يصير في قلص اغلب العالم تستخدم يعني مضاد الحموضه، فرح بتلاقي اهالينا الكل انه روح خذ لك حبه اشرب لك معلقه يعني. هي الحاله قديش ممكن تكون هي جدا سيئه على صحه جهاز الهضم؟ يعني للاسف هي كلها سيئه لانه عم تعمل الحموضه الزايده عم تحرق حتى المري. فالفكره انه لازم اخذ مضاد حموضه بهي الحاله. السوء في انه تصير معنا الحاله، مو السوء في انه اخذ الدواء. هي الادويه اذا اتاخذت باستمرار بشكل كثير كبير ما لها تاثيرات سلبيه؟ اي دواء هو ماده كيماويه لها ايجابيات ولها سلبيات، استخدام الكبير والطويل بيؤدي الى تراكم السلبيات وبالتالي اظهارها. يعني هلا انت بتاخذي حبه حبتين عادي، بس لما تاخذي كثير السلبيات تبع هاي الحاله او الاعراض الجانبيه لهذه الماده تجمعت وبالتالي بتظهر. فنحن دائما ضد اي دواء مستمر الا الادويه المزمنه، ادويه الضغط والسكر، يعني مشان الناس ما تقول انه والله لازم ما اخذهم. هي ادويه اجباري نحن بدنا نضل ناخذها طول عمرنا لانه هي ضروره واساسيات. لكن في الحالات العرضيه بناخذ هذا الدواء لحتى تخف الحاله. بس في بدي نوه لشغله انه بيصير في اسهالات من هذا النوع. هذا ما بحاجه مضادات اسهال، ايقاف الاسهال. في كثير ناس للاسف بلش انه في شويه اسهال دغري بياخذوا حبه مضاد الاسهال، هذا بيزيد الحاله سوءا. ليش؟ لانه الاسهال هو عباره عن حاله من الجسم بيقوم فيها ارتكاسيه ليطرد الماده الغلط الموجوده ضمن الجسم. نجي نحن بناخذ مضادات اسهال فبالتالي حصلت هي الكتله بالجسم وبالتالي اخذت سمومه. فانا بالعكس يعني وقت بيكون في هذا النوع من الاسهالات لا خليه يكون، نحن بنشتغل على موضوع الاطعمه اللي فيها الياف، المواد اللي ممكن تخفف شوي من موضوع الاسهال، من البطاطا المسلوقه، الكعك بدون سمسم، شاي ثقيل شوي بدون سكر او خفيف سكر خفيف، كل هي بتساعد على ايقاف الاسهال بدون ما اخذ الادويه، لانه هي كثير مهمه وكثير ناس للاسف توقع فيها. دكتور بنسمع دائما صوموا تصحوا، بنسمع عن كثير من الامراض يلي ممكن تخف او حتى تتوقف خلال شهر رمضان الكريم، اذا كانت طريقه الصيام وتناول الطعام بطريقه صح ومنظمه واختيار كمان نوعيه الاكل، خلينا نتعرف يمكن على اغلب هي الامراض او الوعكات اللي ممكن نحن تخف خلال هذا الشهر. لا شك الصيام هو من الناحيه الدينيه ما لنا فيه، لكن من الناحيه الطبيه والعلميه هو حالة صحية جدا للجسم. دائما الجسم بفترة من الفترات مثل ما نحن بنقول بدي اطلع انا اليوم يمكن عم نحكي تحت الهواء، بدنا نطلع على البحر. ليه بدي اطلع على البحر انا اسبوع؟ هي فقط مشان الجمال، بشوفه على الكاميرات وبشوف كيف مكان انتهى. هي فترة راحة بحاجة اني انا ريح فكري. ريح عيوني، ريح جسمي، ارتاح، اعمل ريلاكس لحتى ارجع لنشاطي. برمضان نفس الحالة فيما يتعلق بالجسم، هو يحتاج راحة، يحتاج تنظيف سمومه. دائما خلال فترة من السنة اللي نحن متعودين فيها على التخبيص بكل شيء، بيجي رمضان طبعا إذا استخدمناه بشكل صحيح، مو عملنا مثل ما هلا عم نقول تخمة بالأكل ومواد من هون ومن هون بدون بشكل غير مدروس. يجب أن يكون للجسم حالة راحة، حالة فترة لحتى ياخذ ريلاكس. هذا الريلاكس اللي ممكن ياخذه الجسم اللي هو بتنظيف السموم تبعه، فبتلاقي ينتظم ضغط الدم، ينتظم السكر، يخف اذا كان في دهون بتخف الدهون، بنخفف من وزننا شوي. طبعا مع انه يعني الصيام مو هو لانه قلة الاكل بتخفف الوزن، وانما النشاط اللي بيصير هو بيحرق الدهون وبالتالي يخف، ممكن يساعد بتخفيف الوزن. الدم حتى نفسه بيتنشط اكثر واكثر. فالصيام هي حاله صحيه بالمطلق. يعني في كثير ناس انا بقول لهم يعني ما شرط الصيام، انا كثير بحب صوم. الصيام ما بدي يفوت فيه
بالطقوس تبعه ماني فيها، لكن انا فعلا الصيام بيريحني، بيريح جسمي. لكن النقطة الوحيدة انه كمان نظم سهري، لانه هون عم بتعرض اني خليني اقولها معلش ولو انه معاكس للسؤال، لكن ضروري جدا ونحن برمضان يختلف النظام النوم تبعنا. هذا الاختلاف عم يخلينا ما عم ننام، يعني بنقضي سهر على التلفزيون او على النت للسحور، بننام ساعتين بنقوم. هذا بيأذي، هذا ما بيخلينا نستفيد من فوائد الصيام كصيام. يعني انا المفروض انا افطرت خلصت ارتحت شوي لازم نام، لا، هذا النوم بفتره معينه، فقت امتى عملت السحور بوجبه تكون معقوله رجعت نمت، هذا التنظيم هو اللي بيخلي الجسم يرتاح صحيا، الكبد بيتنشط، الطحالي بيتنشط، المعده بترتاح، الرئتين بيخف الضغط عليها، اذا كان في عندنا امراض يعني في المعده ايضا الصيام بيريحها. مع السوائل بتخلي اعاده ترتيب الجسم، ترتيب شوارده، وبالتالي بتلاقي الانسان يفترض يطلع من رمضان نشيط، جسمه مرتاح، سكره مرتاح. الميزان مقياس دكتور؟ الميزان لما نزين حالنا بنهايه شهر رمضان ممكن يكون مقياس انه نحن مثلا اذا خسرنا وزن او كسبنا وزن او لا ما دخل؟ لا، كل جسم ملتزم. يعني موضوع الميزان هو هاجس كثير وخاصه النساء، قديش زدت كيلو نقصت كيلو. هذا الحكي انا برايي ابدا ما نقرب عليه. زياده الوزن ايمتى بنشوفها؟ لما تكون نقص زياده وزن غير طبيعيه او نقص وزن غير طبيعي. اما انا زدت كيلو ونقصت كيلو وزدت كليين، يعني انا بيجيني كثير على العياده انه دكتور انا امبارح كان 65 يوم، مو معقول 66 يوم 80 بعد رمضان. اكيد اذا 80 في اشكاليه كبيره، يعني هذا بنقول له جوزها طلقها. لا اكيد، يعني زياده الوزن كيلو وكليين وثلاثه ونقص كيلو وكليين هذا لا يعتبر لا زياده وزن ولا نقص وزن. يعني هلا انا اذا اكلت بتلاقي اليوم اكلت هلا قمت زلت وزني راح يكون وزني زياده، هذا غير مانو مقياس ابدا. المقياس الاساسي هو انا نشاط الجسم، يعني انا بقدر اعرف حالي انه انا تعبان وبعرف حالي انه انا جسمي لا مرتاح متنشط، يعني انا بقوم على شغلي بتحرك بروح. في كثير من الشغلات اللي انا كنت عاني منها، الضغط على الصدر، الاكل، التقمه، هي عباره عن تقليص من المواد التي تسيء. وهون بدي فوت على شغله صغيره سريعه كمان، انا دائما يعني التدخين هو التدخين الزائد كمان برمضان، هذا بيأذي كثير وبيعمل عسر هضم على فكره وبيعمل مشاكل غير انه مشاكله العاديه. لذلك حتى المدخنين يجب ان يكون رمضان فرصه لنخفف شوي من النيكوتين اللي عم ناخده. هو للاسف بيصير بالعكس، يمكن فرح وبعد الافطار بيصير بدهم يعوضوا الدخان ويصير دخان شو، يعني مو انه بياخذ سيجاره، لا عشان يعني انه انا لازم اعوض النهار كله اللي ما شربت فيه سيجار، يعني هذا من الاخطاء الشائعه اللي نحن. دكتور نتشكر كثير على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله هيك يا رب يكونوا كل الاشخاص يقدروا يستفادوا منها. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتور مره ثانيه، واكيد الصحه والسلامه للجميع. امين. اما هلا رح ننتقل لحمص فرح، يعني ومع المبادرات الخيريه يلي كانت بهالشهر الفضيل، ومبادره اهل الخير اطلقتها غرفه تجاره حمص بالتنسيق مع مديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل. تفاصيل مع اسامه ديوب. اطلقت غرفه تجاره حمص بالتنسيق مع مديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل مبادره أهل الخير، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا في المحافظة عبر تقديم سلال غذائية يتم توزيعها وفق منصة إلكترونية عن طريق الجمعيات الأهلية والخيرية. مبادرة أهل الخير هي مبادرة مقدمة من غرفة تجارة حمص بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا المبادرة هي عبارة عن سلة غذائية تقدم عن طريق مديرية الشؤون. طبعا من خلال دورنا ومسؤوليتنا كغرفة تجارة دعينا التجار والصناعيين بمدينة حمص ولبوا النداء بشكل كتير كبير وقدموا مساهمتهم بتقديم السلة الغذائية.
طبعا هذا ماشي غريب على أهل حمص أكيد، الخير لبعضهم، الوقوف بجانب بعض. تجي استكمال لجهود كتير كبيرة لسد النقص بأي مكان وبأي أحياء لسه ما فتناها وبأي منطقة ريفية لسه ما وصلنا لها. بتجي هاي المبادرات كلها اللي عم نشوفها على أرض الواقع اللي عم تقوم فيها الغرف أو الجمعيات، تتويج نتاج للاجتماع الهام اللي ترأسيته السيدة الأولى أسماء الأسد مع رؤساء الغرف والجمعيات، وتوجيه الجهد وتنسيق وتنظيم الجهد للوصول لأكثر الناس استحقاقا. منطلقين وعم نشتغل بقوة وبجهد كتير كبير والكل مشارك، ونتمنى مع نهاية الشهر ما يكون في ولا محتاج بحمص ما وصلنا له. طبعا نحن بادرنا فورا الاتصال بالفعاليات الاقتصادية من أجل جمع التبرعات. كان عدد المجموع الحصيلة الغذائية بحدود 15,000 سلة غذائية سوف يتم تسليمها إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ليتم توزيعها على الناس المحتاجين حسب داتا معينة تضعها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا كانت الفعاليات الاقتصادية تتسارع إلى تلبية الدعوة بالتبرع، بتقديم المواد العينية، بتقديم الأموال. المبادرة تأتي استكمالا لسلسلة من المبادرات الخيرية في شهر رمضان المبارك، والتي تعبر عن أهمية دور التشاركية المجتمعية في مساعدة الأسر الفقيرة في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة نتيجة الحصار والحرب على سوريا. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص. أكيد من سام مساحة جديدة رح نبقى فيها بعالم الغذاء وعالم الرياضة أيضا. رح نحكي عن مرضى القلب تحديدا، كيف يكون نظامهم الغذائي صحيح وسليم وبنفس الوقت يمارسوا رياضات معينة. هي الأسئلة أكيد رح يجاوبنا عنها دكتور جورج المعلم، هو أكيد المدرب الرياضي اللي بيرافقنا دايما وبيجاوبنا على كثير من الأسئلة. صباح الخير دكتور، صباح الخير. صباحك دكتور. دكتور، يمكن أكثر الأشخاص اللي بيكون عندهم حالة مرضية بصير عندهم تساؤلات انه بصوم ما بصوم، بقدر ما بقدر، طبيعي. مين هن مرضى القلب يلي ما بيقدروا انه يصوموا ابدا؟ هلا شيء طبيعي يكون عندهم هي التساؤلات، خصوصا اللي مصابين بامراض القلب والشرايين والى اخره. بس اول شيء انا نقطه بين قوسين، انا فيني اكد لهم انه هن بيخافوا انه يكون في جهد زائد على القلب او ضعف بعضلة القلب او يزيد من مشكله الامراض القلبيه اللي عندهم. انا فيني اكد لهم انه لا، بالعكس تماما، الصيام بيلعب دور ايجابي وبينعكس على صحه القلب اكيد، بس طبعا في شروط معينه. هلا بدنا نحكي نحن في سياق الحديث. راح اجاوبك على سؤالك اللي هو انا كنت تاركه لاخر اخر معلومه بدي اقولها. الاشخاص اللي ما بيصيروا يصوموا، اللي عندهم امراض قلبيه حاده، اللي عندهم قصور او ضعف بعضله القلب، او الاشخاص اللي متبعين عمليات جراحيه جديده ما صار لهم شهر شهرين، هذول شيء اكيد انه لا بيمتنعوا عن الصيام ولا بشكل من الاشكال. ابدا ابدا طبعا. لانه راح يكون في عامل خطوره كثير على قلبهم. فاذا نحن اتفقنا، بس نرجع لك حكي نعم. جاوبتك على سؤالك، بدي احكي هلا اشخاص اللي عندهم هي التساؤلات او اللي بيبقوا خايفين وحابين يصوموا. هلا رقم واحد، انا خبرتك انه بيقدروا يصوموا بدون اي مشكله، ما في عندهم اي مشكله. في شروط معينه هلا بدي احكي منها، ما في اي مضاعفات على صحتهم، سواء اللي عند اشخاص مصابين بامراض قلبيه او الوعائيه، بل على العكس تماما رح يكون في شيء كثير ايجابي على صحتهم. ليش؟ نحن مثل ما بنعرف الصيام شرط اذا اتبعناه بشكل صحيح، حكينا يمكن باللقاء السابق وحاكين دائما بهالمواضيع وغيري حكى وبنضلنا بنحكي، اذا اتبعنا شروط النظام الصح، الغذاء الصحيح، الافطار الصحيح، السحور الصحيح، العادات الغذائيه الصحيحه، انا باكد لهم انه هذا الشيء اول شيء رح يساعد على تنزيل الوزن. ونحن مجرد ما عرفنا تنزيل الوزن او سمعنا بزياده تنزيل الوزن فمعناتها ده عامل ايجابي قولا واحدا، لانه من الاسباب الكثير كبير، عامل خطوره كثير كبير هو زياده الوزن. بيساعد الصيام على خفض ضغط الدم، وكنا بنعرف قديش ما هي عمليه ارتفاع ضغط الدم عمليه صعبه، عمليه مشكله بالذات على الشرايين. بيساعد على تنظيم مستوى السكر، بيساعد على خفض الدهون بشكل عام والكوليسترول، يعني كلها عوامل ايجابيه جيده جدا لما تصير ضمن الوضع الطبيعي، او اذا انخفضت اي انخفضت ان شاء الله نص درجه على المقياس اللي بنقيسه فيه، هذا راح يكون اكيد عامل ايجابي جيد على صحه القلب، فاذا ما نخاف ابدا ابدا ابدا. هلا كيف السؤال هون انه كيف نحن امراض القلب، الاشخاص اللي بيعانوا من امراض قلب كيف بيفيدهم الصيام؟ هلا بيفيدهم الصيام
اول شيء بطريقتين. اول طريقه او اول سبب بفيدهم فيه وهو مهم جدا هو نحن مثل ما بنعرف انه الصيام في فتره الصيام عم ننقطع عن الطعام والشراب 14-15 ساعه اكثر شوي اقل شوي اللي هو هذا الشيء اعطاني فرصه كثير كبيره فتره كثير كبيره انه انا ريحت الجهاز الهضمي. ومثل ما بنعرف نحن بالنهايه الاعضاء الداخليه متصله ببعضها البعض، يعني بجوز انه الجهاز الهضمي شو دخله بالقلب؟ لا اكيد دخله بشكل او باخر مباشر او غير مباشر، كل العمليه متصله ببعضها البعض. رقم واحد. والرقم الثاني الاهم، نحن خففنا الجهد، خففنا عبء على القلب ضخ دم الكافي للي بيوصله للمعده. نحن بنعرف حتى تتم عمليات الهضم بشكل صحيح بده يكون في دمس بشكل صحيح. هذا الدم منين بيجيني على المعده؟ بيجي من القلب. فانا لما انقطعت عن الطعام الفتره خف الضغط. فمريض القلب هي بالنسبه له شغله كثير عظيمه، شغله مهمه انه هالقلب اعطيناه فتره من الراحه. طبعا مو راحه عن التوقف عن العمل، القلب عم يعمل بشكل دائم بس ما عاد فيها الجهد العالي لحتى يضخ هذا الدم. قديش ما هو عامل ايجابي جدا، قديش رح ينعكس ايجابا على صحتنا، على صحه القلب. اذا دور مهم كثير هو انه انا عملت اعطيت فتره راحه. طبعا شرط بدي احكي بالشروط دغري لانه نحن هون المشكله. اي صدقوني، لان نحن اوكي انقطعنا عن الطعام، اتفقنا وريحنا الجهاز الهضمي هالفتره وريحنا القلب عن ضخ الدم وكل هالتفاصيل، شيء عظيم لعندهم، شيء عظيم لعندهم. بس ولكن نجي وقت الافطار، هون بقى المصيبه، هون الواقعه اللي بتكون انه لما نحن نبلش بقى نرجع نتناول طعام كميات كبيره وتنوع كبير ومتنوع ومواد دسمه وسكريات وحلويات ودهون مشبعه بالعكس نحن هون زادت المصيبه اكثر. يعني الانسان الطبيعي العادي اللي ما بيشكي من اي مرض عضوي لما انقطع عن الطعام وارتاح هالفتره يجي يتناول هالكميات راح يصير عنده مشاكل كثير هضميه فبالتالي مشاكل قلبيه. فما بالكم مريض القلب اللي بيكون وضعه اوكي، هو مريض قلب ما انتهت الدنيا. يعني احنا بنقول نحن مريض قلب ما هي انتهت الدنيا، لما يعرف يتعامل مع مريض القلب بيعيش انسان طبيعي جدا 100% 10 و20 و30 سنه بدون اي مشكله. بس ما بدنا ننسى انه انا عندي امراض قلبيه، عندي طبعا مشاكل الامراض قلبية متنوعه، وفي منا ناتج ناتج عن كوليسترول، في منا ناتج معظمها ناتج عن سوء النظام الغذائي، الدسم برافو عليك المتراكم، وطبعا والستريس بين قوسين. انا دائما باكد على نقطه الستريس، يعني العامل النفسي اللي هلا بدي احكي عنه. احنا معنا ستريس الحمد لله، كلنا بسوريا لا كلنا بسوريا معنا ستريس. انا شخصيا ما عندي، ما بعرف نيالك علي ان شاء الله يا رب ما بيكون عند حدا ستريس، او نحاول. هذا الستريس موجود من الابد الى الازل، يعني بس نتحكم فيه. طيب برافو، نحن نحاول نتحكم فيه، نحاول نخفف منه، متقوى مثل ما بنقول بالعامي، ما نحملها زياده، اتكل على الله الامور بخير. الامور بخير. اذا المهم اتفقنا انه نحن في شروط انه ما قطعنا عن الطعام، جينا تناولنا هالكميات الضخمه من الطعام، فاكيد رح تزيد المشكله اكثر واكثرين. لا دائما انا بنصح مريض القلب اول شيء ياخذ وجبات على الافطار، صار وقت الافطار يتناول وجبات خفيفه وموزعه بشكل ما تمتلئ المعده. يعني احنا الهدف ما بدنا نرجع نخلي هالقلب هذا اللي حكينا عنه من دقيقه انه عم يضخ دم زياده او جهد زياده عم يقوم فيه، لا يضل عم بيقوم بدوره بشكل طبيعي حتى ضمن المحدود وضمن المعقول. اذا وجبات خفيفه، وجبات موزعه، معدل كل ساعتين ثلاثه وجبه صغيره، ما بدي احس بالامتلاء، ما بدي احس تبع ايش ما بنسمع نحن تعبير ومصطلح بنقول دائما رح يوقف قلبي من كثر ما اكلت. نحن بنقولها بس هذا الحكي حقيقي وممكن يصير وصاير على فكره الاشخاص الطبيعيين، فما بالكم اللي بيشكوا من امراض قلب. هلا كمل حديث معلش، كونه بعرف وقت انا ضيق بيكون، وعندي هيك كم معلومه حلوه بدي احكيها. معنا وقت ايه تمام عظيم قاعدين اوكي. هلا في عندنا تاثيرين، تاثيرات ايجابيه وتاثيرات سلبيه للاشخاص اللي بتبعوا الصيام، طبعا عم نحكي هنا امراض القلب. هلا للاسف اول شيء بدي احكي في تاثيرات سلبيه، اكيد تاثيرات سلبيه للصيام ممكن ايه نعم. على مريض القلب. هلا ممكن نعم. تداركه، ما هي التأثيرات السلبية اللي كتير كبيرة أو كتير خطرة؟ كيف نحن نتداركها؟ هلا أول شيء لأعرف شو هي التأثيرات. التأثير الأول بالذات عند مرضى القلب الكبار بالسن، إنه بسبب انقطاع عن الشراب هالمستويات لفترة طويلة عم يصير نوع عندهم من الجفاف. هلا المداركة هي بكل بساطة إنه خلال فترة الإفطار والسحور هالفترة هيدي الوقت هيدا حاول قد ما فيني اعوض بالسوائل والماء، الماء فقط، الماء حكينا بالسابق، السوائل ما هي العصائر
مصنعة ومركبة وسكريات، لا الماء، الماء فقط. حاول عوض هذا الإمكان، وحاول ثاني يوم فترة الصيام الانقطاع عن السكر اني ما ابذل جهد كثير كبير، ما ابذل جهد عالي، ما بدي تعرق كثير، ما بدي احس بعطش، ما بدي احس بهذا الجفاف. حل كثير بسيطة ومقدور عليه. التأثير الثاني اللي هون بقى بده يتدخل الطبيب قولا واحدا، يعني اساسا بكل الاحوال، معلومة بين قوسين، بكل الاحوال مريض القلب بده يستشير طبيبه، أكيد. ما مو من نفسه، مو حتى يرجع يوزع له كمان الادوية. هذا اللي بدي احكي فيه، هذا التأثير اللي بدي احكي فيه. احنا مثل ما بنعرف مريض القلب له مواعيد أدوية، الجرعات الدوائية، في شيء صباحي على الريق، في شيء قبل الفطور، في شيء بعد الغداء الى اخره. اللي هو هون لما صار في انقطاع عن الطعام او صار فتره صيام، اكيد رح يصير في خلل بمواعيد اخذ الدواء. هلا ممكن الطبيب يقرر هذا الشيء، مثلا على سبيل المثال الدواء اللي بيعطيه كان على الريق ممكن يعطيه قبل وجبه الافطار، بعد 10 دقائق ربع ساعه بيسمح له يتناول وجبه الافطار. ممكن بعض الوجبات اللي كان، بعض الادويه اللي بياخذها بعد الغداء ممكن ياخذها بعد السحور. هذا بالنهايه طبيبه هو المسؤول، بالاول وبالاخير الطبيب هو المسؤول عن هذا الموضوع مع مريض القلب. مو من تلقاء نفسي ولا طبعاً. جاري ولا صديقي ولا تجاري، هو الطبيب اللي بيقول له ممكن تصوم او ممنوع للصوم تماما. هلا ممكن اي ممكن يمنعه تمام. ممكن يسمح له بعد ما ينظم له ادويته، بس بالنهايه يعني هدول اللي بيعتبروا ان تاثيرين نوعا ما بيكونوا سلبيين، هو مساله الجفاف اللي حليناه نحن مقدور عليها، ومواعيد الجرعات الدوائيه. هلا بدنا نرجع على موضوع الغذاء شوي. بشو لازم هو مريض القلب يركز بغذائه؟ شغلات يعني بكل تأكيد هي له بتكون كتير مفيدة. بكل تأكيد، بكل تأكيد دائما احنا مريض القلب او اي شخص بيشكي من امراض عضوية قلب شرايين او الى اخره، انا دائما بنصحه اكيد مفروغ منه الابتعاد عن الدهون قدر الامكان، وليس الغاء بس التخفيف منه قدر الامكان، الابتعاد عن السكريات يعني الكربوهيدرات بكميات ضئيلة، الابتعاد عن كل شيء مصنع، كل شيء جاهز، كل شيء وجبات سريعة، كل شيء هيدي المسائل اللي بتحتوي على كثير من الأملاح وكثير من التوابل وكثير من البهارات وكثير من الدسم وكثير من المواد الدهنية الدسمة، هي يفضل يعني إنه الإنسان العادي يخففها، فما بالك مريض القلب ينصح إنه يلغيها. يعتمد بغذائه بشكل رئيسي على الخضروات والفواكه بشكل رئيسي أساسي لغناها بفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة، كمان حاكين كثير بالسابق طبعاً. هيدي كثير مسائل مهمه لصحته القلبيه بشكل خاص. يعتمد على البروتينات والبروتينات النقيه، يعني بفضل انا البروتينات سواء كانت نباتيه او حيوانيه، بس يبتعد عن الدهون الموجوده بهيدي البروتينات. يعني احنا لما نتناول اي مصدر للحوم الحيوانيه انا باكد لك حيكون فيها دهون. لا السبب بهيك حاله دائما نحن بننصح بصدر الدجاج او نسميه شيش او هالمسائل هيدي، لانه بيبقى الدهون فيها نسبة كثير ضئيله او شبه معدومه. مريض القلب يعتمد بشكل عام بفتره رمضان او بغير رمضان يعتمد على الغذاء، يعني بده يهتم بغذائه بشكل كثير كبير. دكتور كمان اذا بدنا نقول غير الغذاء في الناحيه الصحيه البدنيه، كثير من الاشخاص حتى المصابين بامراض القلب سواء الخطيره او حتى اذا بدنا نقول البسيطه بيحبوا ما يقطعوا رياضه ابدا حتى خلال شهر رمضان، شو هي الرياضات المسموح أكيد. فيها بهذا الشهر؟ اكيد هلا انا دائما الرياضه هي عباره عن علاج لاي مرض بالعالم اي كان يكون، حتى مريض عامل عمليه قلب مفتوح بيقدر يرجع لرياضته بهدوء بالتدريج طبعا بعد فتره بعد ما ينصح له الطبيب. هلا من اهم الرياضات طبعا اكيد بهيك حاله بنصحه بالرياضات البسيطه، يعني علما انه في كثير اشخاص بتعاني على فكره من امراض قلب وبتمارس رياضات الاوزان وبناء الاجسام وبدون اي مشكله، صدقوني، بس هذا بيبقى من الاساس هو الرياضي من الاساس. اما نحن عم نحكي كعامه كاشخاص عاديين بنصح بالرياضات البسيطه الخفيفه، وعلى راسها دائما حكينا وبنحكي هي رياضه المشي، بعض الحركات البسيطة ممكن ضمن جيم ممكن السباحة، بس أما ما بدنا نحن مجهود كبير، برافو، نكون مجهود كثير عالي، ما بدنا ينقصه كثير من السوائل، ما بدنا يصير عنده أي مشكلة يحمل القلب فوق طاقته، دائما نهتم بهذا المسألة. بركزوا على السباحة جدا، مهمة جدا جدا. فعم بقول لك أي رياضة حتى في أشخاص صار عندهم مشاكل كانوا بالسابق بجوز لاعبين كرة سلة، لاعبين كرة قدم، لاعبين كرة طائرة، بيدوا يمارسوا. ممكن وقت الرياضة يكون بعد الفطور دكتور؟ بالنسبة لرمضان أكيد، بالنسبة طبعا لأن احنا ما بدنا نعرضه لأي حرارة طبعا. ما بدنا نعرضه لأي تعرق، ما بدي يصير عنده جفاف بسبب نقص السوائل، زائد انه احنا اكيد بدي شيء انه يكون هو تناول وجباته واخذ جرعات الدوائيه تبعه جاهز تماما، بصير امك جاهز، بس انه باكد له انا بيقدر يمارس الرياضه بدون اي مشكله. عم خبرك يعني سوري معلش لو حكيت، انا بالمركز عندي اشخاص عاملين عمليات قلب مفتوح سابقا
وبتمرنوا نظامي وعادي بدون اي مشكله، طبعا بدرايه معينه وباهتمام نوعا ما شوي زايد. طيب يمكن في كثير ناس بتسال، طب انه فطرنا يا ترى قديش بده الاكل لينهضم معدتنا لحتى نقدر نلعب رياضه؟ بعد بساعه، بعد بساعتين، قبل السحور بساعه، بساعتين، هي التنظيم كيف يكون؟ اوكي اوكي، مع انه معروفه صارت هلا دائما وابدا مو اقل من ساعتين لما نتناول، حتى لو كانت وجبه صغيره، لانه في اشخاص بتقول لك انه انا ما اكلت كثير، تناولت وجبه صغيره، فممكن ربع ساعه، ممكن انه يكونوا اكل وجبه صغيره بقول يلا هلا اكلت تمر، اكلت تمر، بدي العب رياضه. برافو، انه انا مو محرز اكلت شيء بسيط، لا لا ابدا ابدا، لو كانت وجبه صغيره انا بنصح مو قبل ساعتين، الاشخاص بشكل عام والاشخاص اللي بتعاني بعض المشاكل القلبيه مو قبل ساعتين تناول وجبه كبيره، مع انه نحن نصحنا من شوي وحكينا انه يمنع منع باتا يتناول وجبه كبيره ودفعه واحده، بس فرضنا وصارت واقل من 3 ساعات لتتم عمليه الهضم بشكل صحيح 100%، لان احنا لما تكون معدتنا ممتلئه بالطعام عم بيكون الدم تقريبا كله محصور بالمعده لحتى تساعد بعمليه الهضم، فاذا مده مو اقل من ساعتين، حتى لو وجبة كانت كثير صغيرة. برجع بأكد بين قوسين، مريض القلب ضروري بشكل عام بالحياة العادية وبرمضان بدها تكون وجباته خفيفة وصغيرة وموزعة، ما في مانع لو كل ساعتين أكل وجبة، بس وجبة صغيرة جدا، ما بده يحس إنه معدته امتلأت، ما بدنا نرجع نحكي إنه نحن نرجع نحمل القلب فوق طاقته ليضخ دم زيادة للمعدة. تمام؟ تمام. معي شوية ثواني. أكيد تفضل. لا سوري أنا بشوف الوقت بيمر بسرعة. لا هو لا اليوم نحن حابين نجاوب على كثير من الأسئلة، سواء وصلت على تماما، معناتها خلص أنا معكم أوكي، بس أنا دائما بحس هي ما بدي روع شيء باللي ببالي بدي أحكيه. تفضل. إذا انتبهتوا من شوي حكيت إنه في تأثير سلبي وحكينا شو هنن وكيف نتداركهم، بدي أخبركم على التأثير الإيجابي. تفضل. تأثير إيجابي رائع، كلنا بنعرف الحالة النفسية قديش ما بتلعب دور بحياة الإنسان. أنا برأيي تجارب شخصية يعني أو العلم شو بيقول، الحالة النفسية هي كل شيء. معظم الأمراض سبب الأمراض العضوية وبشكل خاص بين قوسين القلبية هو بيكون عامل نفسي، صدقوني. ستريس المستمر، الضغوط النفسية، الظروف، إلخ إلخ إلخ، المشاكل الكثيرة ما فينا ننكرها، يعني معظم الأحيان بيكون هو سببها. هلأ نحن يا ريت يكون شهر رمضان ما هو بس فقط مثل ما يمكن بيتخيل بعض الأشخاص إنه هو بس ننقطع عن الطعام إنه ما في أكل. لا، هي المسألة أكيد الموضوع أوسع من هيك وأعمق من هيك وأكبر من هيك. نحن مثل ما بنعرف شهر رمضان هو شهر عبادات، شهر روحانيات، طقوس معينة، اجتماعات معينة، صلوات معينة إلى آخره. هيدا كله نحن مجرد ما عدينا هالمصطلحات هدول معناتها فيني حطهم تحت بند أو عنوان طاقة إيجابية. دائما لما نحن نحكي السلام، المحبة، الهدوء، الطمأنينة، العلاقة مع الله، كلها بالنهاية هي طاقة إيجابية، ولما قلت طاقة إيجابية أكيد رح تنعكس بشكل أو بآخر على الحالة النفسية عند الإنسان. لاحظي حالك لما تكوني مرتاحة، سمعتي خبر حلو، قاعدة مع ناس حلوين، عم تحكوا مواضيع مهمة، لا شعوري بتلاقي حالك ارتحتي، إذا كان عندك ستريس خف، إذا كان عندك ضغوط نوعا ما خفت، ترجع بعده شوي بس مهم بفترة المعينة نوعا ما خد قصة الراحة نحن مهم. فلما نعكس على حالتنا النفسية قولا واحدا بده يؤثر تأثير إيجابي الأمراض العضوية بشكل خاص الأمراض القلبية. فمعظم الحالات ممكن يكون ما رح أقول لك علاج إني أنا أضحك أنبسط، بس أما صدقوني الضحك والراحة النفسية والابتسامة طبعا له تأثير بيطول العمر كل صدقوني إيه مو مجرد حكي، فعلا بيطول العمر أكيد، لأنه ريحني أعطاني خففت كثير هذا الستريس. فقديش منعكس على الأشخاص هذول اللي بيعانوا من أمراض قلبية كبار السن لما اجتمعوا فترة صلاة أو فترة الإفطار حتى لمة العيلة بتعطي نوع من السكينة مش معالي تحالي ايه هلا يا ريت ايه طبعا نلموا بدون ما انه يتناقشوا ويتخانقوا ويصير اللي لقلق مثل نحن للأسف هيك لما هاد العيلة صايرة عنا، بس اما لا تكون بشكل ايجابي شوية هدوء شوية راحة شوية سلام، نرجع نحب بعض شوي، نرجع هيك نساعد بعض شوي، نرجع نحس ببعض، نرجع نرحم بعض، هذا راح يكون كثير له تأثير على الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض القلب. وخبرتكم قبل كمان طبعا في حالات معينة لا يمنع الصيام فيها ولا بشكل من الأشكال للي عندهم قصور ضعف كثير كبير بعضلة قلب، عاملين عمليات جراحية جديدة، لا أكيد هدول بالنهاية كل مريض يمكن هو بيعرف وضعه، بيعرف إذا هو قادر أو مو قادر، ولازم إنه هو فعلا مثل ما ذكرت حضرتك يراجع طبيبه لحتى يقدر الحالة يلي هو بيقدر له الحالة وبيقدر له الغذاء تبعه وبيقدر له الجرعات العلاجية ممتلقة. نحن عنا هي المشكلة على فكرة، نحن ممكن ناخذ دواء من عنا أو نخفف أو نزود أو
او انه فلان استفاد على الدواء واخذ منه، لا، لا هو هي بالامراض القلبيه ما في لعب ابدا، ولا ما حدا ما قدر صدقيني ولا باي امراض صحيح. يعني ممكن هي حاله حاله سلبيه عنا انه الادويه تداوى عن طريق الصيدلاني وطريق الصديق وطريق تماما. انه ايه انا مثلا حاب احكي لك قصه، بقول لك انا اخذت الدواء تحت بالله اعطيني اسمه صوري لي اياه اي او اعطيني اسمه، يعني فعلا صايره. هلا ممكن مثل ما تفضلتي بحالات بسيطه كثير، يعني انا عم يجعني راسي وصفت لك حبه وجع راس نوعا ما نوعا ما، مع انه ما بحبس بس نوعا ما. امراض عم نحكي نحن عن امراض قلب ممكن تسبب خطوره واحيانا حالات قاتله. اللي بخبركم معلومه، السبب الاول للوفاه بالعالم هي الامراض القلبيه. نعم، الاف الاشخاص للاسف طبعا بيتوفوا بالعالم حول العالم سبب امراض قلبيه وشرايين. بس اما نحن معلومه صغيره، ما يخافش مريض القلب، ما يفكر انه اذا هو صار معه مرض قلب او صار معه معناته هو خلص بدي العد التنازل لحياته. لا ابدا بالعكس. ابدا لا ابدا لا مو صحيح. طريقة اشخاص كثير بنعرفها صار لها 20 سنه و30 سنه ويمكن اكثر متعايشه مع مرضه بدون اي مشكله، بس شرط في شروط يوفرها مثل ما حكينا، تنظيم دوائي ما يقطعه، استشاره الطبيب دائما، والغذاء رقم واحد واثنين وثلاثة يمكن ومية، الغذاء طبعا وأكيد طبعا التمرينات الرياضية. يعني كل الشكر لك دكتور، حاولنا قدر الإمكان نجاوب على كثير من الأسئلة والاستفسارات، وبنرجع منقول دائما الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك. شكرا كثير لك. أما هلأ رح ننتقل لغرفة الأخبار فرح، ونعرف آخر الأخبار على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا شيرين. يسعد صباحك شيرين. صباح الخير ميسان. مشاهدينا موجزوا لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية. وأفاد مصدر عسكري أنه في حوالي الساعة 2:18 من فجر الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية. وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد مدني وجرح 6 آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية، وإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية في منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية. جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية والمدفعية على عدد من القرى بريف حلب الشمالي. وذكرت مصادر أهلية أن عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته سقطت داخل قرى مرعناز وحربل وشيخ عيسى وشيخ هلال شمال مدينة حلب، ما تسبب بأضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة وفاء أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الشيخ جراح شرق القدس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق كما اعتقلت فلسطيني. وفي خبرنا الأخير، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظام التركي لانتهاك حرية التعبير، وتشن سلطات النظام التركي حملات قمع واعتقال تستهدف معارضيها وخصومها بذرائع وحجج مختلفة في إطار سياسة كم الأفواه وقمع الحريات، حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد بذريعة محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016. نهاية الموجز، والآن عودة إليك ميسان. ثواني احنا نبلش. شكرا لك شيرين أمال. مشاهدينا رجعنا لنكمل فقرات برنامجنا. وصلنا
وصلنا لفقرة هي كتير أساسية بشهر رمضان. أكيد ميسان فقرة كتير مميزة، ودائما نحن بنحاول نلقي الضوء على مجموعة من الأعمال الخيرية اللي عم يقوم فيها مجموعة من الشباب والصبايا، ومثل أكيد ما بنعرف كلياتنا هي كلمة العطاء اللي بتحمل كل معاني الخير والتقديم للآخر بدون أي شرط. طبعا هالاسم حمله فريق من الشباب والصبايا من سنوات ليكونوا على الأرض وبالمجتمع السوري رغم كل الظروف اللي مرت على سوريا عبر السنوات الماضية. برمضان تحديدا بدأ فريق عطاء التطوعي والمحتضن طبعا من قبل سفيرة النوايا الحسنة للطفولة الدكتورة راما زريق بتوزيع السلال الغذائية في منطقة المعظمية. أكيد لحتى نعرف أكثر عن هذا الجانب وجوانب أخرى بيسعدنا نرحب بالدكتورة راما زريق سفيرة النوايا الحسنة للطفولة في سوريا وهاني العسلي مدير ومؤسس فريق عطاء التطوعي. صباح الخير ورمضان كريم ينعاد عليكم يا رب. صباح النور. صباح النور، يسعد صباحكم ورمضان كريم عليكم وعلى الجميع. يسعد صباحكم يا رب، نورتونا. يعني دكتورة راما رح نبلش مع حضرتك، حضرتك ضيفتنا الدائمة وبنحكي عن جد هي الأعمال يلي كلها خير وعطاء وكلها محبة. بشهر رمضان بتتجسد هي المعاني بكل تفاصيلها الإيجابية والحلوة. كثير عم نشوف هالإيجابية عند شبابنا اليوم، قديش مهم اليوم العمل التطوعي وهذا العطاء الموجود عند شبابنا ليعكس الجانب الإيجابي بالمجتمع السوري. أكيد شوفي، هي دور المؤسسات أو خلينا نقول المؤسسات الحكومية دورها أكيد كبير كتير، ولكن نحن دائما بحاجة لشيء يسد مع المؤسسات ويكون يغطي مساحة. الاحتياجات صارت كبيرة كتير، ظروف البلد صارت صعبة، صرنا نحن بحاجة فعلا لعناصر بشرية تقدم شيء أو خلينا نقول كمجتمع مدني يكون متكافل ويكون واقف مع المؤسسات الدولة. من هون زادت هي الحالة، نحن الحاجة هو اللي زاد. طبعا أكيد نحن عنا هي المسؤولية الاجتماعية موجودة بشبابنا، خلينا نقول مبدأ التطوع كمان موجود بشبابنا، بس هلا زادت كثير، بس هي زادت بهي الفترة لأنه نحن فعلا بحاجة لهذا الموضوع، فعلا بحاجة إنه نحن نكون واقفين مع الدولة ونكون مساندينا. من هون أنا دائما بركز على المجتمع المدني لأنه هو بركز على هوية المواطنة، هوية المواطنة اللي هي فيها التطوع، لأنه هذا المتطوع كشب هو إراديا رايح ليقدم شيء، يعني هو عنده العطاء من دون ما ياخذ أي شيء، هو حابب يقدم شيء وعم يحس كمان بالمجتمع وبالمجتمع وبدوره، لانه هو الدور هو كثير دوره اساسي بهذا الموضوع. فمن هون التطوع زاد عنا مبدا التطوع، حتى الغيريه يعني صاروا الشباب انه انا عم بعمل هي الفعاليه فانا بدي اعمل شيء ثاني، بدي يصير انا لا بدي اعمل فعاليه اولى وثانيه وثالثه. فهي الغيريه هي كثير هي كثير شيء ايجابي لانه هي بيصب لمصلحه العامه للمجتمع، هو ما له مصلحه شخصيه وانما هي مصلحه عامه. اكيد مصلحه عامه بكل معنى الكلمه. بننتقل لعندك هاني وفريق عطاء التطوعي اللي له سنوات طويله عم يشتغل يمكن على الارض، خبرنا عن نشاطكم خلال هي السنوات وتحديدا بشهر رمضان المبارك. مثل ما قلنا انه يمكن الحاجه اليوم زادت واحتياجات الناس كمان عم بتزيد. هلا نحن متواجدين، فريق عطاء التطوعي تواجد ب 2016، كان اول فعاليته كان موجوده بخلال شهر رمضان الكريم. مجموعه شباب وصبايا حبوا انه يقدموا شيء للمجتمع عن طريق فريق. بلشنا نشتغل ب 2016، بعد سنه تقريبا سنه وشوي تعرفنا على الدكتوره، احتضنتنا وشكرا كثير لدعمها. وصلنا يعني صرنا نشتغل فعاليات مختلفه، استهدفنا كل فئات المجتمع. بلشنا مثال بلمه رمضان، هلا ثلاثه صرنا بمكافحه توعيه لمكافحه سرطان الثدي، بالاضافه لاهم اهم في حدث كان هو عرض اول مره لعرض ازياء الاطفال الداون. في كثير يعني نحن ما عندنا فئه مستهدفه واحده، نحن فئه شرائح المجتمع كلياتها، من طفل لمسن لسيده لاي شخص كان بالمجتمع. يعني بما انه عم نحكي عن رمضان ولمه رمضان هي الفعاليه، خبرونا عن توزيع السلال الغذائيه، قديش اليوم عم تقدروا انكم تحصوا عدد الاشخاص، مين هن الفئات المستهدفه اللي عم تتوجهوا لها، كيف قدرتوا تاخذوا داتا معينه عنهم لهدول الاشخاص؟ هلا
اكيد اللي هي الداتا طبعا اكيد ماخوذه اول شيء طبعا الشباب كان في داتا معينه نحن موجوده عنا واعتمدنا على وزاره الشؤون الاجتماعيه طبعا مشكورين كانوا دائما ايد مساعده لنا بكل شيء فهي الداتا نحن اخذناها حاولنا نحن نركز على الاسر اللي طبعا اكيد اول شيء في ممكن يكون في عندهم اطفال مثلا ممكن احتياجات خاصه فاقدين رعايه ركزنا على هدول الاسر اللي هن فعلا بحاجه او خلينا نقول اشد فقرا وعندهم اطفال يعني انا ركزت كثير على الاطفال وخاصه بمحافظه حمص كان كثير هذا الموضوع انه لانه في كثير اطفال واسر هن فعلا غير قادرين على اعاله اطفالهم فركزنا على هذا الموضوع الداتا دائما ناخذها نحن وزاره الشؤون الاجتماعيه اكيد في ايادي بيضاء دلونا على كمان يعني بعض الاسر اللي هي فعلا بحاجه وطبعا الشباب شباب فريق عطاء يعني مثل مسح عملوا داتا كمان على الارض ليقدروا يجمعوا اكبر عدد ممكن من الاسر المحتاجه. حلو. هلا اذا بدنا نحكي كمان عن المبادرات اللي عم بتقوموا فيها حاليا غير توزيع الاسئله الغذائيه يمكن في مبادره لاحياء ليله القدر خلينا نحكي عن هذا الموضوع وشو محضرين. تمام بس بدي اوضح شغله بس لمه رمضان هي كانت مو بس بدمشق هي مثل ما وجهت الدكتوره انه هي ثلاث محافظات هي شام وحلق شام وحما وحمص عقبال حلب بما انه قلت حلب قال نتمنى نحن انه ان شاء الله هي المبادرات يعني تكون بكل المحافظات مو بس بمحافظه او اثنين او ثلاثه ان شاء الله يا رب. فنحن هي كانت هي عباره عن توزيع سلال انت حضرتك ذكرتي كانت بمعظميه مو بس في معظميه بالشام كانت ببرزة البلد كفر سوسه معصره كفر سوسه لوان يعني عدة مناطق كانت مختلفة بالشام. الشق الثاني من لمة رمضان هو عبارة عن إحياء ليلة القدر سحور لإحياء ليلة القدر للجامع الأموي هي كمان ثاني مرة بنعملها. الهدف هي السنة إن شاء الله هو 15,000 سندويشة وطبعا هي سندويشة هي سحور حتكون سندويشة مالحة سندويشة حلوة. بنبلش الشغل مثل العادة قبل الإفطار بنجهز امورنا بعدين ببلشوا بيجوا متطوعين بنبلش نلف سندويش للاذان تقريبا للاذان. نحن لازم نوصل لاكبر عدد ممكن نحن هاي امكانياتنا هلا حاليا 15,000 هو عدد كبير. طبعا مو نحن حنقدر نسكر الجامع في اكيد في مبادرات ثانيه بالتنسيق مع إدارة الجامع نحن بدنا نوصل لأكبر عدد ممكن إن شاء الله. يعني قديش حلو هذا هي الروح إنه رايحين من قبل الإفطار وفي أشخاص صايمين راح يلفوا ويشتغلوا وبيجهزوا يمكن بكل محل لهدول الاشخاص اللي بدهم حماس يكونوا معكم حماس. يعني انا احيانا انا بشجعوني على قد ما عندهم هذا الحماس انه احنا بدنا نعمل بدنا نساوي فهذا كثير قديش هو حلو. يعني حتى هو طبعا بهلا بليله القدر هن طبعا دعوا متطوعين انه اي حدا يجي يساعدنا ويكون معنا حتى من فرق اخرى تمام يعني او حتى متطوعين حتى اي شخص حابب يتطوع معنا بيتواصل معنا حتى نعرف في عده احتمالات انه نحن مشان نحصي العدد تقريبا وشان يجي نستقبله موجود. يعني انتم راح تروحوا بشكل عام راح تكونوا متواجدين بالجامع الاموي بساحه المسكيه مقابل الجامع الاموي موجودين تقريبا يعني راح يتوافدوا المتطوعين الساعه 9 الصبح يعني بهي الليله اللي كثير حلوه الليله اللي هيك فيها روحانيه وفيها انه قديش يمكن باب السماء مفتوحه قديش هالعالم بتدعي لكم ان شاء الله بتدعي وهذا الشيء بيزيد المحبه بيزيد الخير أكيد. بيزيد انه نحن نفكر بالاخرين بخلينا نفكر هذا روح العمل الجماعي يعني هو اهم شيء العمل الجماعي. يعني انت وقت دائما بتعطي هذا هي الروح وهي اللي موجوده هلا عنا يعني نحن اكيد نحن بخير. انا دائما بقول له نحن بخير طالما في عنا هيك شباب ان شاء الله. دكتوره عم نشوفك متواجده مع احد الفرق التطوعيه اليوم وبدعم كامل خلينا نحكي عن المشاريع الاخرى لك دكتوره وكيف عم بتساهمي يمكن بدعم الناس وتوقفي بجانبه. شوفي انا يعني فريق عطاء لانه عن جد فريق فعلا يعني يعني يكافئ انه هو عن جد عم يشتغل كثير شيء حلو فانا فعلا وقفت معه. اكيد انا ممكن اوقف مع اي حدا ادعم اي حدا هو طبعا دعم ممكن يكون دعم مادي دعم لوجستي يعني كموافقات كل هي القصص نحن بنتعاون فيها مع بعضنا والشباب هن اللي بيشتغلوا على الارض وهن اللي بينفذوا يعني ف يعني انا بتمنى اي فريق اكيد واي جمعيه ونحن كثير قدمنا يعني قدمنا مو بس انا مو لفرق كمان قدمنا لجمعيات
هدفي هلا هي ان اغطي كل المحافظات السوريه ان شاء الله. ان شاء الله حيكون بعد رمضان عندي عنا بحلب، حنروح على المستوصفات المجانيه وحنقدم ان شاء الله ادويه لكل الاسر المحتاجه بحلب، فان شاء الله حنكون متواجدين بحلب بعد العيد ان شاء الله. فحنغطي عم نعمل فرق، يعني هي طبعا فريق عطاء بس نحن عم نعمل فرق متطوعين بكل منطقه بكل محافظه. هي الفكره الحلوه انه نحن ما نركز بس على العاصمه طبعاً. اكيد تكون اكيد انا بالعكس انا عندي اني انا اركز على القرى والارياف أهم. هي هذا هدفنا اليوم، لانه دائما المدينه بتتواجد فيها موارد اكثر من من هي المناطق، وانت بدك تنشري هذا الوعي وهي الثقافه تبع التطوع تنشريها بكل اماكن، فانت لازم المفروض انك انت تبداي بالارياف نشر الوعي الثقافه. يعني انا هي كثير بتهمني هذا الموضوع، فنحن مش على هذا الاساس بلشنا نفوت بالمحافظات. لهيك يمكن كنتوا عم تقولوا حلب عم تزلقوا بحلب، انت زلقتي زلقتكم بحلب. هاني يعني ليله القدر رح تكون بس بدمشق هي الفعاليه، او كمان رح تنقلوا هي الفكره لباقي المحافظات اللي انتم متواجدين فيها؟ بصراحه في بعض الاشخاص كانت تتمنى انه تكون موجود معنا تمام من غير محافظات بهي المناسبه، ما قدرنا بصراحه كثير بالتنسيق، يعني مثل ما قالت الدكتوره دعم المحافظه دائما اكبر من دعم غير محافظه. فنحن بالشام بصراحه في دعم كان كبير، وشكر كثير كبير للشركات اللي دعمتنا اللي امنتنا كل المواد، مثلا من لبنه من جبنه كل المواد كانت فنحن بصعوبه احيانا بنواجهه بالمحافظات الثانيه، فما قدرنا ان احنا نامن الكميات المطلوبه بالمحافظات الباقيه. ان شاء الله فان شاء الله بالسنوات الجايه الكل يعني حتى جماعه حمص كلياتهم بحابين انه يساووا هيك شيء، يقولوا يا ريت احنا نساوي هيك شيء. يعني يمكن دعوه لاهل الخير انه هن يساندوا هي الفرق، اكيد يدعموها يوقفوا جنبها بكل المحافظات، يمكن بهي المحافظات في محافظات صدقا بحاجه لدعم كثير كبير وبحاجه ل يعني لانه نوقف خصوصا بالارياف، يعني في حالات صعبه والظروف الاقتصاديه كمان عم تصعب يعني شفنا بهال السنة هي ما كانت ابدا سهله طبعا نعم. يعني شو ما بتغطي بيكون كثير منيح، اكيد هو ما حيكون في 100% بس يعني بكفي هذا النشر، انا بعتبرها هيك خطوات هي لشيء ثاني ان شاء الله اكبر ان شاء الله. هاني بباقي المحافظات كيف بتنسقوا لفعالياتكم؟ انتم بتطلعوا او فرقكم موجوده هنيك هي اللي بتنسق الفعاليات والمبادرات؟ هلا في بصراحه مسؤول الفريق مسؤولة فريق حمص يعني نار اسبير، ومسؤول حماه هو شريف حيدا، تحيه لإلهم. وطبعا في متطوعين تقريبا 20 25 شخص بعشره بحما، هدول الاشخاص هن اللي بيشتغلوا. نحن انا كمسؤول ومع الدكتوره بنسمحها كموافقات كاشات كدعم من لهم شركات اشخاص، بالاضافه ممكن احيانا الشام تطلع على حمص. يعني مثال من سنه ونص فريق الشام طلع على حمص وفريق حمص نزل على الشام وقت كان في ماراثون سرطان الثدي. يعني في فعاليات بعض الفعاليات ممكن نحتاج لعدد اكبر من المتطوعين، فالفرق بتساند بعضها، يعني مو بس محتكرين الشام على المتطوعين الشام. هي اهم شيء. اذا بنحكي اليوم عن الصعوبات اللي ممكن عم بتواجهكم كفريق عطاء وباقي الفرق التطوعيه، خلينا نعرف شو يمكن ابرز الصعوبات، كيف قدرتوا تخططوا اليوم من 2016 اليوم؟ يعني وقت طويل وبده جهد كثير وتعب كثير. هلا طبعا في كثير صعوبات بنواجهها. في كثير صعوبات بنواجهها، بس وفي طبعا بدنا نحكي في تسهيلات كثير بتتقدم لنا طبعا. اولا شكر كثير مره ثانيه دعم الدكتوره لهذا الشيء، عن طريقها بتساعدنا كثير مثل ما قالت بالموافقات بالدعم المادي عن طريق اشخاص بتعرفهم. في اشخاص كثير تجار بتدعمنا بهذا الموضوع، بس للاسف مثال من سنتين وقت سوينا ليله القدر كان دعم اكبر، كان بدون ما نحكي يعني او شيء كانوا اجانا المواد اجانا الظروف اجانا يعني كل ما الظروف العامه هي اللي تغيرت هي الظروف العامه تغيرت بالنسبه حوالينا، فنحن عم نواجه صعوبات مثال لتامين المواد لتامين الفكر يعني القصه كلياتها. اذا بدي اساوي فكره اطلع فيها بالشام او بحمص او بحما لازم يكون عندي دعم بهذا الموضوع بكل يعني حتى اذا كانت الفكره مميزه كثير تمام ممكن تحتاج لدعم مادي كبير او
لمعدات كبيره، فممكن هي اكبر صعوبه. باقي الشغلات ما بنعتبرها كثير صعوبه، لانه في تسهيلات من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، المحافظه بكل المحافظات في تعاون بكل التعاون يعني، حتى احيانا هن بيدعمونا بمواد لوجستية. يعني نحن بنتمنى فعلا مثل ما ذكرنا قبل شوي فرح انه العالم تزيد موضوع التكافل الاجتماعي، نحن بحاجته هلا اضعاف مضاعفه عما كنا. يمكن خلال فتره الحرب ما كان الوضع الاقتصادي واصل لهي الصعوبه اللي هلا عم نوصل لها، للاسف في حالات جدا حرجه ماديا وهي بحاجه الى دعم، وخصوصا بشهر رمضان. راما اليوم حكيتي لنا عن مشروع انه رح تروحوا على حلب، في مشاريع اخرى عم تحضروا لها، شو عم تحضروا بما يخص هلا الفعاليات الصيفيه؟ هلا هي رح نتركها مفاجاه. ما رح تقول لنا كل هي حتستهدف اطفال. نعم. من فئات، بس هتكون بطريقه فيها استدامه، يعني هي ما لها حاله، هي عباره عن فعاليه صغيره حتكون ونمشي فيها. لا، نحن هلا حنروح لاتجاه اللي فيها استدامه، اللي فيها مده طويله، اللي هي ممكن تغطي حاله طفل معينه لوقت طويل، يعني هي ما تكون هيك حالات مؤقته وصغيره، هو هذا هلا اللي حيكون مشروع. هذا حيكون المشروع الكبير ان شاء الله. لكل الاطفال وان شاء الله بكل المحافظات ان شاء الله. هلا احيانا الفعاليات بتستدعي الظرف اللي انت فيه، يعني لانه انا دائما اختصاصي الاطفال، بس هيك رمضان له جو، نفحه رمضان هيك شهر جود وكرم، وحسيت انه ممكن نحن اذا غطينا السلة الغذائيه ممكن انا اغطي معها الاطفال اللي عن جد بحاجه، اللي بتساعد عيالهم، فرحنا على هذا الاتجاه. فاحيانا الظرف هو اللي بيساعدك ليعطيكي فكره معينه للفعاليه، ممكن تكون فجاه. يعني فجاه يقول مثلا هاني انه انا والله حابب اعمل هيك، شو رايك مثلا؟ انه ايه اوكي حلوه. يعني احيانا الظرف هو اللي بيستدعي انك تعملي انت شيء، يعني حتى بالسله عم نشوف احيانا ببعض السلل متوافر شغلات للاولاد، وهذا الشيء يعني تمام. في بعض الفرق عم تتذكر الاطفال، فهذا الشيء بيعمل هذا كمان كان عندنا نحن بمحافظه للاولاد انه يلاقوا غرض لهم خاص فيهم. كثير حلو، هذا كان بمحافظه حمص، كنا عاملين هي الفكره وحاطين معها هيك اشياء طبعا للاطفال، فكمان كانت موجوده هي الفكره. اكيد كل الشكر لك دكتوره، وشكرا لك كمان هاني، كل التوفيق لكم، واكيد منبر الاخباريه السوريه بنقول لكل الاشخاص اللي قادرين يقدموا لو شيء بسيط ان كان تطوع او يحسوا حتى بحاجه الناس الاخرين بهذا الظرف الصعب، انه نكون نحن ايد واحده، دائما الفرق جاهزه لتستقبلكم وتكون ايد واحده معكم، وكل الشكر لكم، بتمنى لكم كل التوفيق. خليني اياكي شكر لكم انتم ولقناه الاخباريه عن جد، ونحن اكيد انا دعوه لكل الجمعيات وكل الفرق، شكر كبير لهم، لانه نحن اليوم بحاجه لهذا الموضوع لنوصل لنبني سوريا ان شاء الله هلا بوجود اكيد، وبنوقف مع اكيد سياده الرئيس الدكتور بشار حافظ الاسد، نكون كلياتنا مع بعضنا لنبني سوريا الحديثه. شكرا كثير لكم، اتمنى لكم كل التوفيق يا رب. شكرا كثير. اما هلا رح نروح على القامش لفرح رمضان المبارك بكل طقوسه، رح نشوف بالمادة التالية. وسط أجواء رمضانية تشهد الأسواق التجارية في مدينة القامشلي حركة نشطة من المواطنين لشراء المواد الغذائية والحلويات والحاجات اليومية. أجواء رمضان كثير منيحة، وإن شاء الله شهر خير وبركة على الجميع إن شاء الله. والله بتمنى يعني بتصير الخير لسوريا كلها، العالم ترجع على بيوتها وتصير مثل الأول. بتمنى يكون الصحة والخير والعافية، يتم رمضان بخير وسلامة والأمن والأمان لهالوطن. وعبر الأهالي عن أملهم في أن يكون شهر رمضان المبارك شهر خير وبركة تملأ أجواؤه أرجاء الوطن الذي عانى من الإرهاب طوال السنوات العشر الماضية.
ساحتنا الأخيرة ميسان دائما ما نخصصها للفن والإبداع. هي الأعمال الفنية يلي دائما هي كانت رسومات أو منحوتات أو غيرها عم تعكس جوانب عديدة من الواقع الحياة، تتحدث أيضا عن كثير من المواضيع الإنسانية أو الاجتماعية. أكيد لحتى نحكي بالتفصيل أكثر عن هالموضوع والإضاءة على هذه التجارب معنا يولا مهنا فنانة تشكيلية. صباح الخير يولا. صباح الخير. يسعد صباحك يولا. يسعد صباحكم يا رب. يولا يعني بنلاقي كثير من الأشخاص عندهم موهبة الرسم أو الموهبة الفنية من هن وصغار، هل تكفي هي الموهبة يمكن الفطرية إنه لحتى الواحد يصير فنان تشكيلي أو هو بحاجة فعلا إلى صقل هي الموهبة من خلال الدراسة؟ هلا الموهبة أكيد هي الأساس، بس لازم أكيد ننميها ونطورها عن طريق الدراسة. فالفنان الموهوب، الفنان الموهوب أكيد بيقدم لوحات كتير حلوة بس بتكون فيها أخطاء بالنسب والتشريح. هي الفرق بين الفنان الموهوب بين الفنان الأكاديمي. تعاملك مع الأطفال كان له نكهة مميزة، خبرينا أكثر عن المتعة وشو الشيء اللي بيميز الطفل. دائما بنعرف إنه عنده مواهب، يمكن عنده خيال، عنده إبداع، أنت شو لمستي من خلال تعاملك مع الأطفال؟ هلا الطفل عقله صفحة بيضاء. طبعا الطفل إذا كان موهوب وعنده شغف وحب للشيء اللي عم أقدم له إياه أنا بيستجيب معي بكل أريحية وسلاسة، خصوصا انه الاطفال هن خيالهم واسع. واساسا انا يعني مرجعي الاول والاخير هن للاطفال باختيار لوحاتي، باختيار بيعطوكي افكار جديده ممكن ما تكوني خيالهم كثير واسع. كيف بتتعاملي معهم هلا ان كان بالتعليم؟ شو هي الطرق الخاصه اللي تكون متواجده فيها مع الاطفال؟ هلا لازم هلا انا كاكاديميه بعطيهم قصص التشريح، بعلمهم البورتري، بعلمهم المودلز، ببلش معهم من الصفر. هلا الصعوبات اللي بواجهها انا بالتعامل احيانا مع الاطفال، احيانا في اطفال ما بيكون عندهم موهبه ابدا، فبيعطوهم اهاليهم ليتعلموا ضايت وقت فينا نقول. هلا ممكن هن ما بيكون عندهم موهبه فاكيد ما راح يستجيبوا معي. هلا الفن مانو بس رسم، الفن كمان رياضه، كمان موسيقى. فينا اذا ما كان عنده موهبه بهيدا الشيء بيكون عنده مواهب بالرياضه او الموسيقى. هو رغبه يمكن بدها تكون موجوده عند الطفل، فرح بتطلع منه وبيحسس الاخرين انه هو عنده هي الرغبه بالتعلم وبانه يمسك يمكن القلم والريشه ويتعامل مع الالوان. صح. كمان اليوم اذا بدنا نقول عن هذا الوضع والشيء اللي شافوه يمكن الاطفال خلال سنوات الحرب، هو شيء خلينا نقول مؤلم للاطفال انه يمكن يوعوا على صعوبات الحياه، على هذا الواقع، على كثير من الممارسات يمكن الارهابيه اللي للاسف كانوا الاولاد يمكن واعيين لها وعم بيشوفوها. لمستي هذا الشيء من خلال تعاملك مع الاطفال، ان كان التعب النفسي، ان كان الرغبه بتغيير الحياه والواقع؟ هلا اكيد. هلا الطفل نحن بما انه نحن عايشين بحرب، الطفل ما في يفرغ طاقته الا عن طريق الرسم او عن طريق الموهبه اللي هو بيحبها. تمام. فاكيد الرسم هو بفرغ له هي الطاقه، اذا كانت فرح او حزن او من مسكته للقلم ببين معك اذا هذا الطفل حزين او في شيء جواته كاسره او اي شيء. بيساعده هذا الفن انه هو يغير شوي من هذا الواقع؟ بتشوفي انه هو حسن نفسيته اذا فرغ هي الطاقة السلبية كانت بالرسم او غيره؟ طبعا. طيب اقمتي عدة معارض يولا، خبرينا عن معارضك اللي عم تشتغل، شو اكثر شيء خلال لوحات؟ دائما باللوحات اللي بعملها بختار شيء مني، بختار شيء عن الطفولة، شيء عن الخير، عن السلام، إما عن طريق الفكرة اللي بكون مستخدمتها أو عن طريق الألوان. وأغلب الألوان اللي بختارها هي الألوان الباردة أو الألوان الحارة. هلأ المعارض اللي بدي شارك فيها قريبا بسبب الكورونا هلأ بالوضع الحالي ما في فعاليات أني أقدر أني شارك، بس قريبا رح أعمل معرض إلي ولطلابي على السوشيال ميديا. فهيدا الشيء بيضل عندهم، بيضل عند الطفل دافع يضل متميز عن غيره من الاطفال. السوشيال ميديا كثير مهم فرح اليوم، عم نشوف فعلا يعني انه هو منبر للواحد يعرض موهبته او يعرض عمله. عم تركزي على السوشيال ميديا، بتدعمي كمان الاطفال يلي بتدربيهم على السوشيال ميديا؟ ايه طبعا. واساسا كمان انا بكل درس طلابي
بعمل لهم مثل ندوه، مثلا بنحكي عن فنان عن حياته، فكمان كل هالشغلات هن بصير بيدوروا بالسوشيال ميديا عن الافكار هدول كرمال يبينوا لي انه هن مميزين عن غيرهم بهي الفكره او هيك. تمام. ابرز الصعوبات برايك اللي ممكن تواجه الفنان التشكيلي اليوم؟ مثل ما قلنا كورونا كانت سبب كثير كبير يمكن لايقاف المعارض لفتره ما، وان شاء الله بترجع كل الحركه الثقافيه بالقوه والزخم يلي كانت فيه، بس غير الصعوبات اللي بتحسي انت موجوده للفنانين التشكيليين خاصه فئه الشباب. هلا الايام من فتره زمنيه بسيطه كان الفنان يقدر يرسم لوحه ولوحتين وثلاثه ويشارك بمعرض، فهيدا الشيء كان انه يقدم لحاله او المحيط اللي حواليه يقدم له دعم معنوي وبالاضافه لدعم مادي، فكمان انه الفنان كان يدخل الفن بالوسط العملي. اما نحن هلا الوضع الحالي اللي نحن عايشين فيه صار الفنان صعب عليه انه يقدم انه يستفيد يمكن ماديا بشكل عام من خلال ويقدر انه يكرس هيدا الشيء بمعارض وهيك. نعم. شو هلا عم تفكري تعملي شيء مشروع غير مشروع موضوع السوشيال ميديا؟ هلا انا لي 4 سنين ببلش بمجال التاتو، فتحت لي شغلي الخاص، قريبا بعد التخرج بدي ادخل بمجال تصميم الازياء وبدي اعمل معارض خاصه فيني، معارض شخصي. ان شاء الله، شكرا كثير لك يا الله. اهلا وسهلا. نتمنى لك كل التوفيق يا رب وتحققي كل شيء بتتمنيه بمجال الفن التشكيلي وفي المجالات اللي بتحبي تشتغلي فيها، شكرا لك. شكرا كثير لك. كل الشكر لك اكيد يا الله. يعني فرح اليوم وصلنا لختام فقرتنا الصباحية، فقرات كانت متنوعة، نتمنى أنه نكون قدرنا نحقق الفائدة لمشاهدينا من خلال الفقرات. أنا بس بدي أقول لك هيك لكل المشاهدين، يمكن نحن هلأ بليالي القدر، هاي الليالي كتير روحانية، كلياتنا بحاجة من التقرب إلى الله عز وجل بهي الفترة، كلياتنا بحاجة للدعاء لإلنا لأنفسنا لعائلتنا وأيضا لبلدنا، عسى أنه الله فعلا يخفف هي الظروف الصعبة عن كل محيطنا وعننا وعن كل المجتمع السوري. نتمنى دائما أنه نستغل الأوقات أوقات شهر رمضان وهي الأوقات الخيرة لنعطي كل شيء بنقدر عليه للمحيطين فينا، عسى أنه نتخطى الأزمات. أكيد ميسان، ولازم دائما نحن نحب بعض نحس ببعض. استضفنا أحد الفرق التطوعية يلي كانت عم بتقدم، نتمنى هذا التقديم وهذا الخير والعطاء ما يقتصر على عدد من الفرق، لا نحس ببعضنا، الجار يحس بجاره، كل هاي العادات الطيبة والقصص الحلوة يلي كانت موجودة ترجع من أول وجديد. وأكيد مثل ما قلنا ميسان يوم باب السماء مفتوحة، فلكل الأشخاص ندعي يا رب يرجع الخير والمحبة والسلام لبلدنا الحبيب سوريا. كل التحية لك المشاهدين الأخبارية السورية، تبقوا بألف خير. باي باي. باي باي.